الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكفر مزيدا ويدفع ظلما. واشهد ان لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقره اعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، لعل إحنا في هذا العصر اللي تغيرت فيه برشا أذواق وضعفت فيه برشا رؤى، وبالتالي أثر هذا على إيمان الإنسان، وبالتالي أثر له على أعماله الصالحة وعلى العبادات ككل. والشيطان باعتباره ألد أعداء الإنسان الذي أقسم بعزة الله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم هذا العدو اللدود أن يمكر بهذا الإنسان وأن يقعد له عند كل صراط ليبعده عن طاعة ربه وخالقه. وللإنسان عدوان اثنان، العدو الأول هو هذا الشيطان الرجيم، والعدو الثاني الداخلي هو النفس الأمارة بالسوء اللي تأمرك بالفحشاء والمنكر والبغي وتنهاك عن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا الشيطان اللعين يقول لنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مش يعرف كل واحد فينا قديش هو عدو وخصم مبين لهذا الإنسان. ما من مولود يولد إلا وينخصه الشيطان فيستهل باديا من نفسه، إلا أم عيسى عليه السلام وولدها، كما قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إذا شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما من مولود يولد إلا والشيطان لعنه الله، فهو مولود صغير له مكلف وله باش يعمل أي شيء. باش نعرفوا إحنا مدى عداوة هذا الشيطان لهذا الإنسان حتى لا يتخذه الإنسان إلا عدوا مبينا في هذه الحياة، عمره ما يعطيه وذنه، وعمره ما يعطيه عقله، وعمره ما يعطيه قلبه. يبقى الإنسان دائما محتاط من هذا العدو اللدود. والشيطان لعنه الله عنده مواقف من الإنسان عند العمل. أنت لما تقوم بأي عمل أو بشكون أي قول إلا وعندك فيه نزغ دين هذا الشيطان اللعين، إما أن يأخذك إلى الإفراط، وإما أن يأخذك إلى التفريط. ولذلك
لما جاء سيدنا سفيان بن عبد الله الى النبي صلى الله عليه وسلم الثقفي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله قل لي حاجه لا اسال عنها احدا غيرك. اشهر النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل امنت بالله ثم استقم. حتى يحافظ الانسان على التوازن بتاعه لا يمشي نحو الافراط بانه تعدي على احكام ربي عز وجل ولا هو يمشي الى التفريط لانه فيه تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى وحيال طاعه الله جل جلاله. لذلك نلقاه احنا ان ربي سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاستقم كما امرت. مش ماشي الانسان يستقيم كي يحب هو، مش انا باش استقيم على حسب الهوى وحسب النزوات بتاعي وحسب الاراء بتاعي، انما ان يستقيم المرء كما اراد الله عز وجل من هذا الانسان ان يستقيم. مش على كيفه، الاستقامه تكون وفق القران الكريم، والاستقامه تكون وفق منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول الكريم عليه الصلاه والسلام يعطينا مثلا رائعا وجميلا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا مثل يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه سوران، سور على اليمين وسور على اليسار، فيه ابواب وعليها ستر مرخاة، عليها بلوات مغطية. هناك داع على رأس الصراط، خيل هذا الصراط يوضحون النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا إلى هذا الصراط، ادخلوا إلى هذا الصراط، ما تمشيوش غيره، ردوا الديه والضيع وتبعدوا على ربي سبحانه وتعالى. ويرجع الإنسان ندم على الشيء اللي ضيعه في الحياة الدنيا. وهناك داع آخر في وسط الصراط، شنو هو؟ إلى المهنة، ويقول لنا إياكم أنكم تدخلوا هذه الأبواب. عاد يورينا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط هو الإسلام، الصراط هو الإسلام، والصور هي حدود الله أو تعليمهم على اليسار، باش الإنسان ما يخرجش عليهم لا على اليمين ولا على اليسار. وفي الأبواب محارمه، محارم ربي عز وجل، يدبر الإنسان أنه يدخل. إذا كان دخل طاح مسكين في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك يا أيها الإخوة والأحبة، ليس هناك من نجاة لهذا الإنسان أمام الإفراط والتفريط إلا أن نجد أنفسنا أمام قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. سدد من أجل أن توصل للهدف بتاعك، والمقصد من العبادة، والمقصد من الطاعة وأوامر ربي سبحانه وتعالى. الإنسان ضعيف وكلنا ضعاف، أنا ضعيف، ينسى الإنسان ويتوب ويخدم ويتلاعب به الشيطان، يحاول الإنسان أن يقارب، مش يضل بعيد. سدد هذا الأصل، وإذا لم تستطع فاستقيموا له واستغفروه. يطلب الإنسان الغفران ويطلب من الله عز وجل أن يتجاوز على الخطيئة بتاعه والخطايا بتاعه ويقرب الصراط ما يبعدش، لأنه إذا بعد الإنسان شوية يلقى روحه في آخر الطريق بعيدا جدا عن هذا الصراط فلا يستطيع، وقد لا يستطيع أن يعود إليه بعد ذلك.
ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. سدد من اجل ان توصل، اجتهد حتى تحقق الهدف. واذا استطاع الشخص الانسان يجتهد مش يزيد يبعد يقول انا ما نجمتش ما نجمتش ما خليني يجرح، لا لا، انما يعود ويحاول ويجتهد هذا الانسان. ولذلك يا ايها الاخوه والاحبه نصاب احيانا بشيء من الاحباط عندما نقرا قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. هاي الاستقامه ان تكون انت ضمن هذا الصراط المستقيم. والاستقامه الاستقامه ان تكون ملازما لهذا الصراط المستقيم. او ساعات يكون انسان ملتزم، لا، انسان مستقيم، انسان كما قال ربي عز وجل مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت. استقامه، والاستقامه ان تكون دائما وابدا ملازما لهذا الصراط المستقيم. صراط نلقاه في كلام ربي عز وجل في القران الكريم نحو 34 آية لا تصف هذا الصراط إلا بالاستقامة أو بكونه مستقيما. صراط مستقيم، أعلش كان التركيز في القرآن الكريم على الاستقامة دون غيرها. لا مش استقامة فقط، لأنه كثير منا أنه عندما يقرأ اهدنا الصراط المستقيم يظن أن طريق مصري، أو عند المهندسين يعرفوا طريق مصري مش معوج، لا نحو اليمين ولا نحو اليسار، وهو هذا المعنى. المعنى أن تكون ملازما لطاعة الله عز وجل ولا تحيد عن هذه الطاعة والعبادة. الصراط المستقيم أن تجسد قيمك وأخلاقك وتعاليم دينك، أن تجسدها في حياتك، في أقوالك، وفي أعمالك، وفي عمل القلب بتاعك من الداخل. ما يقعش الإنسان في تناقض وفي تعارض وفي تداور أحيانا، أو في تناقض بين الظاهر وبين الباطن، بين الأعمال اللي تقوم بها الجوارح وبين ما يشتهي هذا القلب وما يريد. ولذلك احتاج هذا الإنسان إلى أن يجسد من أجل استقامته، أن يجسد هذه القيم. الصراط المستقيم أيها الإخوة والأحبة هو ذاك المصنع اللي كي يدخله الإنسان يظل يتغير فيه باستمرار، ما يقفش. التغير الإيجابي دائما في رقي، تعرفوا علاش؟ كما قالنا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إقام الصلاة مع الاستقامة مع المستقيم، كلها مأخوذة من شجر واحد، كلها مأخوذة من أصل واحد. قاومة لما جينا للصراط المستقيم هو كما احنا نمثلوه ساعات ما بيننا، نقولوا هاكا فلان الدائن يستنسد، ايش معناتها؟ معناتها تحول وصار الى اسد. والى ساعات نقول للجمل استنوقت، الناقه ولد ناقه ولد جبرحيم، تحولت وصارت. هذه الصيروره اللي يحبها ربي عز وجل في هذا الانسان لا يكون له الا في هذا الصراط المستقيم. اعلاش نظل احنا سنين طويله دون ان نتغير؟ لاننا لم نتعامل مع هذا الصراط المستقيم، لم نتناغم مع هذا الصراط المستقيم، لم نفهم معنى هذا الصراط المستقيم. عشنا ردحا من الزمن نظن ان الطريق السوي الصلاه الصدقه الكلمه الطيبه هذا هو الصراط المستقيم، انا انسان مستقيم. والأمر ليس كذلك أيها الإخوة، إنما أن يمتزج كل ذلك بلحمك وعظمك، وأن يعيش الإنسان عبوديته مع الله أينما وجد.
معنتها قراءة القرآن، ما فهمناش إيش معنتها بين ربي سبحانه وتعالى. بيناتنا وبين أهل المفاهيم قول شاسع، طريق عازل، ما نجمناش نخترق هذا الطريق كي نفهم ديننا فهما دقيقا، فهما واسعا له أصبع رحم حتى يتنعم الإنسان في هذه الحياة بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا بوصلة، يعطينا بوصلة: لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. بوصلة كأوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. ما يستقيمش إيماني وإيمانك وإيمان كل إلا ما استقامت قلوبنا، ولا تستقيم هذه القلوب حتى تستقيم ألسنتنا. أكل غيبة، أكل نميمة، أقطيع الكريج، الكذب، البهتان، الادعاء، شهادة الزور، الأراجيف، الإشاعات، الرد بالنا. نحن اليوم نعيش فتنة هوجاء. إذا الإنسان ما استقامش، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وإذا ما استقمناش ما عندنا شيء. هوكا الحال بتاعنا بتاع المطر، وهوكا الحال بتاع الجفاف، وإذا صب الغرق في الدنيا. ولذلك لابد من أن نصطلح مع الله، ولا يمكن أن يصطلح الإنسان مع الله إلا متى استقام إيمانه وقلبه ولسانه. وإذا الإنسان ما استقامش مسألة بعيد، ونخشى أن يموت الإنسان بغته ويقابل ربه ويلاقي ربه دون أن يكون مستقيما. ربي اهدنا إلى صراط الله المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم أهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة وجسما على البلاء صابرا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر اللهم بنا فيما جرت به المقادير، وإنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمنا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به غير ذلك فاجعل اللهم كيده في نحره، اجعل اللهم كيده في نحره، اجعل اللهم كيده في نحره، أشغله بنفسه، من كادنا فقده، من كادنا فقده، من كادنا فقده يا رب العالمين. اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، اكفنا حقدهم بما شئت وكيف شئت، اكفنا ظلمهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. احمد ديان المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على اعدائك يا رب العالمين. امين امين امين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الصلاة.